بسم الله، حرف الضاد، الجزء الأول، كراس الصاد، أيضا الجزء الثاني، ثم الكاس، يمكن أن نكمل ويمكن أن نضع النقطة في النهاية. إذا فعلنا الوصلة بهذه الكيفية نضع النقطة فوق الرأس، وإذا وضعنا النقطة أو تعويض النقطة بالشكل هذا فلا نضع النقطة ولا نرسم هذا الجزء. المقاييس كمقاييس الصاد، نقطتان ونقطتان ونقطتان ونصف هبوط.